معكم مستمعينا الكرام مع الدكتور مكي كشكول، باحث وأكاديمي دكتوراه في التربية وعلم الاجتماع في للأقليات العراقية في جامعة وستن سيدني. وعنوان بحثه لهذه الحلقات: ما هي عوائق اندماج الجالية العراقية الشيعية المسلمة في أستراليا سيدني، وماجستير في التربية وتعليم اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها جامعة ورونغون أيضا، وعمل موظف في دائرة الهجرة الأسترالية، مهمته استقبال اللاجئين العراقيين الجدد القادمين إلى أستراليا وتسهيل مهام إعادة توطينهم. فالأستاذ أو الدكتور مكي كشكول سوف يكون معنا إن شاء الله عبر أثير إذاعة أهل البيت على الخط، وسوف يتكلم إن شاء الله عن مشروعه الذي يخطط له مع مجموعة من المحاضرين أيضا عن مشروع التعددية الثقافية الأسترالي، وماذا يستهدف لهذا وما هو الهدف من هذا المشروع. السلام عليكم دكتور مكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، بالنسبة للمشروع إن شاء الله اللي عم بتقوموا فيه أنت حضرتك وبعض الأشخاص اللي عمالي بيكونوا معكم على هذه اللجنة، هو مشروع التعددية الثقافية الأسترالي. إذا في مجال نشرح للمستمعين الكرام ماذا يهدف هذا المشروع وما الأهداف من ورائه وكل التفاصيل بالنسبة لهذا المشروع. طبعا بداية نشكر راديو أهل البيت على استضافتهم لي. ثانيا، هذا المشروع كان بدرته أو أساسه هو بحثي لنيل درجة الدكتوراه من جامعة وستن سيدني اللي تفضلت بطرح عنوانه عوائق اندماج الجالية العراقية المسلمة الشيعية في أستراليا سيدني. كان هناك كثير من النقاط اللي لم أتمكن من إشباعها والتوسع فيها. أولا لضيق وقت الدراسة اللي هو محدد بثلاث سنوات. ثانيا اللي يضيق أيضا حجم البحث، يجب أن يكون بكلمات معدودة وصفحات معدودة. لذلك بعد إتمام دراسة الدكتوراه أخرت أن أفتح وأسس مركز للتعديل الثقافي الأسترالي للبحوث والدراسات والآداب، من أجل بحث العديد من المشاكل والقضايا والعواقب اللي تهم الجالية العراقية بالدرجة الأساس والجالات العربية الأخرى. وكان بداية يعني بداية باكورة أعمال المركز هو عملت بحث، أنا قام على بحث يتعلق في مشكلة الطلاق في أوساط الجالية العراقية اللي منتشرة بصورة واسعة. فالآن وزعت كويستشنير أو استبيان وعملت مقابلات مع بعض الأشخاص اللي هم مالين بهذه المشكلة. والآن البحث قد طور الإنجاز إن شاء الله عن قريب. الآن فقط جاء أجمع البيانات وأبوبها، وإن شاء الله عن قريب راح أطرح للجالية العراقية، وفي المستقبل أحب أتوسع بهذا البحث ليشمل كل الجاليات العربية الموجودة على في أستراليا. يعني هذا المشروع فقط يتعلق بحالات الطلاق أم هناك أيضا مشاريع أخرى تتعلق بهذا المشروع أو أهداف أخرى؟ طبعا أكيد هناك مشاكل كثيرة تعاني منها الجاليات العربية، منها مثل تسرب الأولاد من المدارس، مثل إدمان المخدرات، تفكك الأسري اللي إحنا الآن عندنا مشروع أيضا تتبنى بلدية مدينة فيرفيلد عنوان العائلة أولا، بالاشتراك مع مكتب الفنون والخدمة المجتمعية بإدارة الأستاذ بشار حنا، وبالاشتراك مع الأستاذ إيميل شيبة المتخصص في شؤون الأسرة. هذا أيضا برنامج كبير إن شاء الله. أمس كان جلسة الافتتاحية والتعريفية لهذا المشروع وبحضور العديد من الشخصيات، وكان يعني
ناقشنا فيها المحاور اللي راح يتناول هذا البرنامج من مشاكل أسرية، مشاكل تعيق توطين الأسر القادمة حديثا إلى أستراليا، وتعايش مع المجتمع الجديد، وكيف اندماجها مع مجتمعها مع بيئتها الجديدة اللي تختلف عنها جذريا من ناحية العادات والتقاليد والقيم واللغة وحتى أحيانا الدين. فأيضا مشروع ضخم جدا، وإن شاء الله عندنا مشاريع مستقبلية أخرى. حضرتك ذكرت أنه كان في ندوة امبارح، كيف كان تجاوب بالندوة؟ هل كانت تجاوب يعني جيد، ولا كان بعد بدو دعاية أكثر لحتى يجذب أشخاص أكثر وناس أكثر؟ والله صراحة يعني الحاضرين كانوا جدا متفاعلين مع المشروع، وكانوا مشجعين المشروع، وكثير طرحوا نقاط احنا يعني صراحة ما كان في بالنا أن نطرحها ونقدم مثال المشروع. سجلنا نقاط ليلة أمس، عديد من النقاط والعديد من المشاكل اللي تمر بها العوائل العراقية والعربية إن شاء الله، فأكيد احنا أخذها بعين الاعتبار. والمشروع هو محدد بصراحة 16 ورشة عمل ومحاضرة، فإن شاء الله راح نتمكن، راح نقدم طلب إلى الداعمين لهذا المشروع أن تتوسع المحاضرات وورشات العمل، لأن صراحة سجلنا نقاط كثيرة جدا ما كان في حسباننا، ما كان في حسباننا نتناولها. صحيح. لكان عندنا يعني مشاكل معينة ورئيسية مهمة جدا. لكن أكو مشاكل أيضا يعني تهم العوالي خصوصا قادمة حديثا إلى أستراليا، فذلك إن شاء الله يعني راح نقدم طلب إلى داعمين لتوسع وتمديد وقت البرنامج من سنة إلى سنتين. طب هذا المشروع دكتور، هلا حضرتك ذكرت انه حيستهدف الجالية العراقية، ولكن كما نعلم نحن انه هيك مشاريع بتهم الجالية العراقية، وكلمة ما حضرتك ذكرت ايضا كل الجاليات العربية، ولكن الاعمار المستهدفة بهذا المشروع هي اهم شيء، يكون عندنا الاعمار المناسبة لتستفيد من هذا المشروع. هل انتم عندكم خطة للتوصل لهؤلاء الشباب والشابات؟ لانه كما نعلم انه هذا موضوع يختص فيهم كما يختص بالاباء، في مشاريع تتقسم لقسمين، قسم للاباء والامهات، التعامل مع العائله وكيف الحفاظ على العائله، وايضا التعامل مع الشباب وكيف ممكن يتاقلموا باجواء استراليا، ولكن ياخذون الاشياء مثل ما بيقولوا البوزيتيف او الاشياء المفيده لهم ويتركوا الامور السيئه. فهل عندكم خطه عمل ايضا للتوسع للشباب والشابات؟ اكيد عندنا ان شاء الله ورشات قادمه اذا شاء، عمل برامج قادمه اذا شاء الله. لكن الان بدايه كون العائله او الاسره تعتبر اللبنه او الاساس هي النواه المجتمع، النواه، فاذا صلحت صلح المجتمع، واذا فسدت فسد المجتمع. اذا كنت تركيزنا اول شيء على الاسره، اذا حاولنا تثقيف الاسره، توجيهها، توعيتها بكيفيه التعامل مع الاولاد اولا، كيف تتعامل مع افراد الاسره كل مع الاخر، الاب والام مع الاولاد، وايضا تتعامل مع الاسر اللي لها مشتركات من ناحيه اللغه او العرق او الدين او حتى المذهب، وبعدين تتوسع هذه العوائل. احنا صراحه المشروع يستهدف انه نحصن هذه العوائل، نقويها، ندعمها، يعني نكسبها المناعه اللازمه حتى تواجه المجتمع، البيئه الجديده اللي راح تعيش فيها كما ذكرت انها تختلف عنها جذريا. صحيح. بكل شيء. فلذلك اذا تمكنا من تحسين العوائل وتقويتها، تقويه اسسها، ان شاء الله ننتقل بالمرحله الاخرى الى الشباب. نعم. اذا شاء الله، وعندنا المشروع ايضا يعني جاهز اذا شاء الله، بس نحتاج الى دعم. صحيح. مشروع ضخم جدا وعظيم يعني، ونحن بحاجة كل الجاليات العربية لهكذا مشروع، مش فقط الجالية العراقية، وبحاجة أيضا لتثقيف الشباب والشابات، خاصة اللي مقبلين على الزواج، لأنه بالمستقبل أيضا بدهم هن يصيروا أباء وأمهات.
فهذا المشروع يعني إن شاء الله يكون بيتضمن تثقيف وندوات خاصة بالشباب والشابات المقدمين على الزواج. إذا شاء الله. إن شاء الله. شو بتحب بعد تخبرنا دكتور عن هذا المشروع التعدد الثقافي الأسترالي؟ والله صراحة هو يعني مركز لبحث هموم الجاليات العراقية والعربية. نعم. فإن شاء الله يعني راح نقوم بكثير من العديد من البحوث اللي تهم الجاليات واللي يعني تستوطن في إرسال استيطان صحي استيطان صحيح. نعم. حتى نتنجرف مع التيار المجتمع البعيد عنها. نعم. من ناحية العادات والتقاليد والدين، فإحنا نحاول يعني ندمج هذه العوائل هواد هاو الجاليات في المجتمع الأسترالي الكبير، وليس الظاهرة وذوبانة في المجتمع. لكما تعلمون أن الدول الجاذبة للاجئين والمهاجرين طبقت العديد من السياسات اللي تتضمن ذوبان القادمون الجدد. صحيح. في مجتمعاتها، لكن هذه السياسات فشلت ولا تطبق. سياسة الاندماج اللي مختلفة جذريا عن سياسة الإنصار والذوبان. نعم. فإحنا نحاول أن نوجه هذه العوائل بضرورة عدم الانجراف أو عدم الذوبان في المجتمع الأسترالي، ولكن الاندماج، ويعني أنه يعني الشعور أو الإحساس بالانتماء إلى أستراليا، العمل على بناء أستراليا، العمل على خدمة المجتمع الأسترالي ككل. نعم. بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللون أو اللغة. نعم. بالنسبة لهالورشات العمل دكتور، فهل هناك مكان فقط محدد لهالورشات ولا حتكون في أماكن متعددة؟ لا أكيد في أماكن متعددة. راح تكون أول ورشة تعقد في يوم 16 بالشهر الجاري، وفي مدرسة في أحد مدارس فيرفيلد إن شاء الله راح نحجز القاعة، راح تكون صباحية الجلسة من 10 صباحا 12 ظهرا. وعدنا إن شاء الله راح نتعامل مع مؤسسة كور أو أساساي. نعم. أنا لاحظت بعض ورشات العمل فيها، خصوصا هذه مؤسسة أساساي وكور تستقبل القادمون الجدد. نعم. فإحنا هذا هم المستهدفين من هذا البرنامج مع ترحيبنا بالعوائل القديمة يعني. نعم. هل تعتقد أنه الوقت اللي مختارينه حضرتك من 10 إلى 12 مناسب لاستقطاب عدد كبير على هالورشات، بما أنه معظم الناس بتطلع على الشغل أو على مدارس أو جامعات، ولا في الأشخاص مثل ما حضرتك ذكرت المستهدفين أنه اللي بعضهم جداد كتير بالبلد؟ لا طبعا أكيد إحنا أخذ بنظر اعتبارنا الوقت يعني الآن. نعم. هذه يمكن 4 أو 5 ورشات عمل راح تكون صباحية. نعم. وإن شاء الله في أدنى ورشات عمل راح تكون مسائية. نعم. في ورشات عمل راح تكون في بالعطل. نعم. فقسمنا على 3 مجموعات. المجموعة الأولى هي اللي راح تستقبل العوائل اللي عندها أطفال بالمدارس مثلا. نعم. يعني الصباحي راح يكون أولادهم بالمدارس، هل الفترة هاي يكون أبنائهم بالمدارس راح يكون فارغين يعني ما عندهم مسؤولية، فلذلك بإمكانهم الحضور بهذه. نعم. الحضور لهذه الورشات. نعم. وأيضا في اللي عنده عمل مثلا راح نعقد أيضا ورشات عمل مسائية، يعني أيضا بإمكانهم الحضور أيضا. نعم. وفي ورشات عمل راح تكون بالويكيند إذا شاء الله. نعم إن شاء الله. فهي الدعوة حتكون عامة لجميع الجاليات بشكل عام ولا حتختصوا فقط بدعوة الجاليات العراقية؟ لا لا أكيد العربية والعراقية كل مرحب بها. نعم. أكيد. نعم. دكتور يعني المشروع كتير حلو وممتاز، وكنا بحاجة لهذا المشروع على الساحة من وقت طويل جدا جدا، لأنه في كتير عائلات انصهرت بالمجتمع الغربي، وللأسف الشديد يعني بدل ما ناخد الحسنات اللي عندهم أخذنا السيئات وحطمت عيال كتيرة. فأتمنى إن شاء الله هالمشروع يسدد خطاكم يعني ونوصل لأهداف اللي محطوطة، توصلوا لأهدافكم اللي موجودة بهذا المشروع إن شاء الله. شكرا يعني كثير. نتمنى نصل إلى يعني نخدم جالياتنا وأهلنا وبحسب قدرتنا. صراحة يعني إحنا قدرتنا النظرية
لكن كثير من عوائل مرت بكثير من مشاكل. ورش العام راح تكون أفضل، ورش العام راح تكون حتى للتوضيح راح تكون احنا مجرد مدراء للورشات، لكن شاطر ونشارك العوائل مشاكلها اللي راح تطرحها، واحنا مع بمساعدتهم راح توصل الى حلول، وهذا الحلول اللي تكون ان شاء الله مقنعة لكل العوائل ولكن غير ملزمة. يعني كل عائلة عندها ظروفها وعندها المساحة اللي تتحرك بها، فإذا وكل عائلة لها رأي وفكر أيضا، يعني ما راح يكون أرانا مفروضة وحلولها مفروضة عليهم. نعم. وأتمنى يعني إن شاء الله بهالمشاريع مثل ما حضرتك ذكرت تستقطبوا الشباب والصبايا اللي عندهم ثقافة عالية جدا، يعني ممكن نستفيد من آرائهم وأفكارهم أيضا على الساحة، لأنه هني أولاد البلد وبيعرفوا يعني كيف لو وصلوا لدرجة النجاح مثلا ممكن يكونوا هني الرول موديل للآخرين بأعمارهم إن شاء الله. إن شاء الله. كلمة أخيرة أستاذ دكتور مكي. طبعا أشكر قناة راديو أهل البيت على هذه المحادثة اللقاء الجميل، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن أهلنا من عرب وعراقيين. شكرا جزيلا. شكرا كثير دكتور، وإن شاء الله مثل ما قلنا تتسدد خطاكم بهذا، وإن شاء الله بنكون إلنا معكم لقاءات أخرى لنشوف وين وصلتوا بها الندوات وورشات العمل إن شاء الله. شكرا كثير. إن شاء الله بخدمتكم. في أمان الله. الله معك. مع السلامة. فإذا مستمعينا الكرام كنا مع الدكتور مكي كشكول وتحدثنا عن مشروع التعددية الثقافية الأسترالي، وكانت وهي أهدافه يعني لاستقطاب العائلات وتحسين أوضاع العائلات وخاصة الحاضرين الجدد أو اللاجئين الجدد إلى أستراليا، وعملية كيف ممكن يندمجوا بالمجتمع الأسترالي وكيف يقدروا يستفيدوا من المجتمع الأسترالي من الأمور الجيدة اللي موجودة عندهم للحفاظ على العائلات وعلى الأجيال الجديدة.